ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بي ان ماروك. مطلق النار بأكادير، طبيب أسنان ودركي سابق، علمت هبة بريس أن شخص موقوف مساء أمس الاثنين بأكادير بعد إشهاره السلاح الناري وسط العموم وإطلاق عدة رصاصات في الهواء يشتغل طبيبا للأسنان ودركي سابق، وكانت المصالح الأمنية قد تدخلت عشية أمس مباشرة بعد إخبارها بإقدام شخص بإشهار بندقيته بحي سونابا أكادير باي لاعتقاله وحجز بندقيته. وكانت من أسباب إقدام طبيب على هذا الفعل الجرمي هو تواجد عدد من الشباب حولوا شارعا إلى حلبة للتسابق وما يرافق ذلك من ضجيج يومي في المكان. فإذا كان الطبيب قد أبلغ السلطات بشكايته ولم تأخذ بعين الاعتبار أو تعالج قبل حادث إطلاق النار فذلك شيء آخر قد ينم عن التقصير في أداء المهام. أما إذا تهور الطبيب من تلقاء نفسه وأطلق الرصاص لترهيب الشباب المتواجد بالمكان فذلك يضعه في خانة ارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه القانون. في انتظار رأيكم متابعينا الكرام.